السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا ان شاء الله بخير. انا سيد حسين، انا عبر التعلم على الايفون. قبل ان ابتدي اضغط زر لايك واشترك في القناة، كنت مشترك وفعل زر الجرس حق يصل كل جديد. واليوم عدنا يا شباب انبوكسينج الى عسيوار الشاومي مي باند 3. لا احد يقول لي هذا قديم هذا جديد، ادري نزل مي باند 3 برو والمي باند 4، بس هذا السوار يا شباب يختلف عنهم. هذا بسعر اقتصادي، زين هذا بسعر اقتصادي ويجيك بهذه المواصفات كامله. طبعا هذا هو السوار شباب، شوف فايده حجمه صغير، بس هذا السوار يا شباب حلو وجميل. ده كان على الايد. زين زين احنا تقول لي هذا السوار وش فايده، وش داخل علبه؟ داخل علبه كتيب التعليمات والشارج، الشارج الحين براكب. بس المهم احنا شباب هذا السوار وش فايدته؟ هذا السوار شباب يحسب لك نبضات القلب، يحسب كم خطوات اليوم، كم كالوريز حارق، يحسب كم كيلو متر مشيت، وغير كذي شباب كل هذا يقدر يحسب لك اذا انت حددت على جهاز المشي او التمارين كم دقيقه سويت تمرين، كم على شنو بخصوص التمرين، وفي جي بي اس وركيد وبعد اشياء كثيره شباب. ما ولا كل هذا شباب بسعر جدا منخفض، ولا ازيدكم من الشعور بيت بعد. الشارج مالها دام عندي تقريبا 16 يوم او 17 يوم بدون ما اخلص، وصلت 17 يوم اللي خلاص صفر، بس يعني هاي استعمالي له كشهر شباب الحين صار لي سوار جميل. زين الحين احنا شلون نشغلها؟ شلون نربطها في الجوال؟ طبعا اول شيء يا شباب اهم شيء انكم تحملون برنامج المي باند 3 اللي هو هذا، اسمه ماي فيت، الساعة اسمها مي باند 3، اسم البرنامج ماي فيت. طبعا البرنامج ايضا محطوط كيو ار كود اليه داخل علبة الكارتون الخاصة بالساعة. اوكي فنفتح البرنامج، راح يطلب منك التسجيل بيا اما بحساب جوجل او فيسبوك، وراح بعدين يطلب انك تختار الجنس وتختار وزنك، كم وزنك وكم طولك، بس هاي التسجيل. انزين الحين احنا عندنا السوار، اوكي شلون نربطه بهذا البرنامج؟ اذا تشوفون في خيار فوق على اليمين زائد، على الزائد راح يعطيكم كذا خيار، سوار ذكي، ساعة، ميزان، حذاء ذكي. احنا نختار سوار ذكي. بيقول لي رغبتنا في تشغيل البلوتوث ضغط لا ضغط لا موافق. الحين هو قاعد يبحث عن السوار، الحين هو يا شباب قاعد يبحث عن السوار، والسوار عندك بهز يقول لك السوار اضغط على الحبة مدة، اللي هي اضغط على الزر مدة ليتم الاقتران مع الهاتف. فبس يا شباب نضغط على الزر مدة. اوكي شفتن شباب، بعد ما ضغطنا على حبة ضغطة مطولة الساعة خلاص بدت ان هي تشتغل وعطتنا اللي هي فتحت لنا بس الساعة والخطوات والشارت بس، ولا شيء يعني ما فتحت لك كل شيء كامل. الحين حارس الاقتران، مكتوب جاري الاقتران. اوكي شباب بعد الاقتران راح اقول لك السماح بالاش هذه الاشعارات، هل ان تبي الاشعارات توصلك على الساعة لو لا؟ زين احد قال لي ايش السالفة يعني ما فهمت انا، يعني مثلا تلفونك احد اتصل لك، انزين راح الساعة تهز عندك واذا طالعتها راح اقول لك من المتصل، بس ملاحظ شباب ما تقدرون تردون عليه لان السماعة الساعة عفوا ما فيها صوت. فاحنا انا بضغط السماح راح يقول لي هنا يطلب اقتران بلوتوث، سوي له اقتران بتفصيل الممل، يعني بعلمك شلون تربطه حتى على سوارك على ما ادري شنو. اوكي احنا نضغط على هذه شباب. اوكي راح يقول لي هنا الحين تحديث للساعة، يبقى لها تحديث، فهو حاليا قاعد يحدث. رأسا من تضغط على خيار الرجوع راح يقول لك تحديث،
ولازم تواكب شباب وتواكبون وتتأكدون من التحديث. وهذا البرنامج شباب يعرض لكم كل شيء، يعني أبسط شيء شباب في الساعة إنه تحدد لك وقت نومك، يعني تعرف أنت متى تنام، تعرف متى أنت تقعد، وأنت لا تبغى تفعل خيار اللي هو يسوي لك تخطيط قلب تلقائي، هذا براحتك. أوكي حاليا إذا خلص التحديث بنرجع لك. مئة خلص التحديث يا شباب، الحين راح تنطفي عندك السوارة وتشتغل بعد شوي. يا شباب 46% للشحن. طبعا اعدادات البرنامج جدا سهلة مثل ما تشوفونها، مي صعبة، مجرد انك تقرأها وتسويها. يعني مثلا المكالمات الواردة تقدر تفعلها، تقدر لا، عندكم الاشعارات، عندكم اذا تبون منبه، اشعارات البرامج، الواتساب واليوتيوب والانستغرام، بس هاي اللي عمبي. اوكي وغيره وغيره شباب من اشياء. يعني بصراحة السوار هذا جدا مفيد وراح يفيدك في حياتك اليومية بشكل كبير، وهذه اعداداته البسيطة اللي ما تاخذ وقت. مثل ما تشوفين يا شباب بعد تفعيل الساعة جدا سهلة انك تحرك فيها هاي الساعة، هاي الخطوات، وهي شوفوا شباب الخيارات اللي فيها، نبضات القلب، مع الرياضة، خطوة، اشياء واجد يا شباب. انت لو اشتريتها استكشفها بروح، لان واجد شباب الساعة هذه مفيدة بسعر اقتصادي جدا. طبعا مميزاتها انها تضبط الماء وتتحمل الى 50 متر تحت الماء، وانا جربت هذا الشيء بالفعل، والساعة هاي هي شغالة قدامكم ولا صادها اي شيء. اوكي عندكم بعد يا شباب السلبيات اللي فيها، طبعا السلبيات اقل من الايجابيات اكيد. السلبيات اللي فيها شاشتها مي ملونة، وانا ادري ان في نسخة احدث منها بس اغلى منها، والسعر يعني مو باهظ بس اغلى منها، وتقريبا بسعر متوسط. اوكي تجي شاشة ملونة. وسلبيتها الثانية الشارج شباب، ان اذا بتشرجها لازم تنزع، شلون لازم تشيل سوار بهذا الشكل، تنزع من على هذا، شوفوا هالطريقة، وتشيلها بهالطريقة شباب. لازم الشغلة بها قوة عشان تشيلها وتحطها على الشارج. بس شباب وصلنا للختام، لا تنسون لايك وسبسكرايب والكومنت والشير، اتمنى تعطوني رايكم في هذه الساعة. وبس يا شباب.